شهر تشرين الأول هو شهر التوعية بسرطان الثدي ببلدان العالم بكل العالم، بحيث الإضاءة عليه وزيادة الاهتمام به والتضوية كمان على المخاطر تبعه والإكشاف المبكر له وكل العلاجات اللي بتزود المصابين له بالرعاية المخففة لخطورته. اليوم نستضيف بالاستوديو دكتور كليمانس ماتالييس اللي هي أخصائية أورام سرطانية وأمراض دم تنحكي معها أكثر بهذا الموضوع. بونجور دكتور. بونجور. يعني منعرف سرطان الثدي هو أكثر أنواع سرطان شائع عند النساء وأكثر أنواع سرطان من بعد سرطان الرئة شائع بالعالم. قد ايه خطورته؟ قد ايه العالم يعني بنعرف انه دائما نشجع يعني الكشف المبكر، بس قد ايه في نسبه خطوره انه الامراه تنصاب بهذا النوع من السرطان؟ هلا نسبه اورام الثدي بلبنان هي تتراوح بين اخر دراسات بين 17 و20% بلبنان. هلا العوامل اللي بتؤدي انه الامراه تصاب بسرطان الثدي، في عنا عوامل ما بنقدر نتحكم فيها وعوامل بنقدر نتحكم فيها. العوامل كونها امرأة بيعلي لها الريسك انها تصاب بسرطان الثدي. تقدمها بالعمر بيساعد كمان انها تصاب بسرطان الثدي. في غير عوامل، في العوامل الجينية اللي هي قليلة بس كمان لازم ننتبه لها، بين 5 و10%. وكل العوامل اللي بتأدي انها تتعرض لكثير من الهرمونات هن بيأدوا لزيادة نسبة الإصابة، كون يعني الامرأة اللي بتجيها الميعاد على عمر صغير أو بتتأخر مشان تروح الميعاد كمان. الإمرأة اللي بصير عندها إنجاب عمر عالي كمان عندها ريسك عالي إنها تصاب بسرطان الثدي. الإمرأة اللي ما بترضع كتير الولد، منا عم نحمل ذنب أكيد للنساء يعني بكذا سبب، قلة الرضاعة هي كمان عامل مسبب. وفي غير عوامل بنقدر نتحكم فيها مثل نسبة الكحول، الوزن الزايد، قلة الرياضة، كلهم أخذ الهرمونات بعد ما تنقطع الميعاد عند النساء، هودي كلهم عوامل كمان بيزيدوا من خطر الإصابة بسرطان الثدي عند الإمرأة. للأسف هلا كثير بنسمع يعني حيلا شغلة بتصير، أوقات بنقول التلوث، نوعية الأكل اللي عم ناكله، كل شيء بيؤدي لسرطان، ولكن أنواع السرطان بتختلف حسب وين عم بيكون موجود السرطان بجسم الإنسان. شو هو سرطان الثدي بالتحديد؟ سرطان الثدي هو ورم خبيث بالثدي يصاب الامرأة وناتج عن كتلة بتكون غريبة بالثدي تبع الامرأة، هي اللي بتحس فيها. يعني أول شخص ممكن يكتشف سرطان الثدي هو المريض نفسه. الامرأة منشجعها كتير على الفحص الذاتي، لأنه إذا اكتشفت كتلة غير تقليدية بالثدي أو تغير بشكل الجلد أو إذا عندها درن تحت القبط، هودي كلهم بيخلوها لازم يخلوها تستشير طبيب لإجراء الفحوصات لاكتشاف سرطان الثدي. وسرطان الثدي مثل حيلا نوع سرطان تاني ببلش بورم خبيث وبينتشر كمان أكتر وأكتر. شو خطورته وكيف معقول يؤدي لوين بيؤدي انتشاره؟ أكيد مثل كل سرطان ممكن إذا تركناه هملناه وما اكتشفناه بسرعة إنه ينتشر. أول شيء ببلش ينتشر نقول على الجيران، يعني على الغدد الليمفاوية، وبعدين في ينتشر على كل أعضاء الجسم مثل الرئة، الكبد، الرأس، العظم. مشان هيك كتير مهم، كتير مهم أن نكتشفه بكشف المبكر، كشف مبكر بطريقة مبكرة قبل ما يصير مدسوس. يعني وقت اللي الإمرأة بتحس بتغير بجلدتها أو بكتلة بجلدتها، يعني هيدا بيكون صرنا هون شوي متقدم. أوكي. من هنا أهمية الكشف المبكر منشان نقدر نلقط الكتل الصغيرة بقلب الثدي قبل ما تصير محسوسة على اللمس. نحن يعني بنعرف عنا بالأساسا بالمجتمع اللبناني سيدة دايما قوية ودايما بتقول أنا ما في شيء بيضعفني، ولكن إذا صار حسينا بشيء مش طبيعي مش غلط نسأل حكيم، ما لازم نستحي ولازم نروح ونعمل فحص، لأنه عن جد بتخلص لنا حياتنا أحسن ما نكون بشيء ونوصل لشيء. كنا عم نحكي عن أهمية الكشف المبكر، شو هن العلاجات اللي بتفرق بين الكشف المبكر لسرطان الثدي بالتحديد وإذا كانت تقدم بمراحل تانية؟ أكيد الكشف المبكر كتير مهم. يعني إحنا منشجع كل سيدة، كل آنسة ابتداء حتى من عمر صغير، بس يصير في عندها سن البلوغ تبلش هي تعمل الفحص الذاتي، الفحص الذاتي بالبيت، يعني تطلع على المراية تشوف شكل الثديين، تدس الصدر إذا حست بشيء غريب
بصدرها، حستها مثل درنة قاسية شوي، تغير بالجلد، احمرار بالجلد، الحلمة فاتت لجوا، تقشر بالمنطقة اللي حوالي الحلمة أو درنة تحت الباط، هودي دغري لازم يدفعوها تتروح تستشير طبيبة. شو بيعمل الطبيب؟ الطبيب أول شيء بيعمل الفحص، فحص باللمس بإيده، بيرجع بيطلب صورة شعاعية اللي هي الماموغرافي. هلا بلبنان إجمالا سن إنه منشان الكشف المبكر عن سرطان الثدي هو سن 40 وما فوق، إلا إذا عندها عوامل أكيد وراثية بتحددها مع طبيبة إذا لازم تبلش بالوقائي بالكشف المبكر قبل سن 40. بتروح عند الطبيب بيطلب لها لكان الصورة الشعاعية أو الماموغرافي، وإذا شاف يعني حسب التقرير إذا شاف إنه الكتلة هي عندها ريسك عالي انه تكون خبيثة، بيطلب بيروح بيطلب اكيد الخزعة او الابرة، بناخد شقفة منها وتيطلع يعني حسب نتيجة التقرير الزراعي اللي هي بتحدد لنا اذا كان ورم خبيث او ورم ما قبل الخميس. في انواع بتسميها كانسير انسيتو، يعني بعد ما وصلت لدرجة الخطورة بس هي لازم نعالجها تما تصير خبيثة. منشان هيك نحن نهتم كتير كيف الامرأة بس تحس بدرنة لازم تستشير طبيبة، وحتى لو ما بتحس لازم تعمل ماموغرافي كل سنة ابتداء من 40 منشان نكتشف الكتل او الاورام اللي بعد منا مدسوسة. بيعمل الخزعة بيقلنا بتجينا نتيجة الخزعة انه هيدا ورم خبيث بالثدي، هون بصير لنا حق نقول انه عندها سرطان بالثدي قبل ما نكون عم نتكهن. بس نكتشف سرطان الثدي اهم شيء قبل ما نروح على طريق على العلاج نقدر نحدد مدى انتشاره. بينطلب سكانر او بيت سكانر تمنشان نقيس مدى انتشاره على العظم او على غير اعضاء الجسم، وعلى الاساس يحدد العلاج. هلا العلاج ممكن يكون في حال كان محصور سرطان الثدي، العلاج اجمالا بنروح اكيد على العمليه الجراحيه، وفي حال كان منتشر هون العمليه الجراحيه ما لها كثير اهميه، ساعتها بنروح على غير علاجات. ونحن بنعرف يعني انا بعرف من تجربه شخصيه لانه الوالده بتعاني من هذا الموضوع انه غياب الدواء، يعني بنقول دائما انه بنروح على الدواء اهين من انه نعمل عمليه او نعمل نبلش بالعلاج الكيميائي، ولكن غياب الدواء نحن عنا بلبنان عم بيأثر انه المرضى تلتجئ لانواع علاجات يمكن اخطر بكثير. كيف بدنا نعرف وضع الصحة للشخص المريض اذا لازم يعمل عملية او ما بيقدر يعمل عملية، وشو لازم يتوجه؟ أكيد. يعني الاشخاص يمكن عم تعاني من ذات الموضوع، وبعرف كثير اشخاص وقفوا علاج لانه ما عم بيلاقوا ادوية. مزبوط. فشو الوضع؟ اكيد عنا تجربة نحن مع الاشخاص. هلا اهم شيء اهم شغلة انه بس نكتشف سرطان الثدي نحدد استراتيجية علاجه. هذا الاهم شيء بشدد عليه، يعني يصير في حكي ومثل لجنة طبية لكل مريض بين اخصائي الاورام، حكيم الزرع، حكيم الصورة والجراح قبل ما نروح على العلاج. يعني أهم شيء استراتيجية العلاج هي اللي بتأدي للعلاج بطريقة مضبوطة وللشفاء. عنا نسب عالية للشفاء من سرطان الثدي مع المراقبة يعني كل حياته. هلأ بالنسبة للوقت اللي بنكتشف السرطان الثدي على الخزعة، أهم شيء نحدد خصائصه، لأنه في عنا أنواع من السرطان بتبقى ما عندها مستقبلات هرمونية، بتبقى شرسة أكثر من غيرها، وبتحتاج أوقات لعلاج قبل العملية. العلاج الشافي هو العملية الاستئصال، شقفة من الثدي أو الثدي كله مع الغدة تحت الباط. ولكن أوقات في أنواع من السرطان الثدي حسب كبرى، حسب امتدادها للغدة اللمفاوية، حسب خصائصها على نتيجة الزرع، إذا كانت شرسة أكثر من غيرها بنلجأ نحن لعلاجات أكيد مع الجراح. مشان هيك اللجنة الطبية كتير مهمة، بنلجأ لعلاجات ممكن كيماوية أو بالهرمونات قبل العملية تنصغر الورم، تنصغر الغدد اللمفاوية، وتيطلع لنا نتيجة عملية أحسن. وبنفحص تقرير الزرع من بعد ما نعمل العملية، إذا كان في تجاوب على العلاج اللي أخذته قبل العملية هذا نذير حسن لبعدين إنه حياتها رح تطول هالسيدة. هلأ في حال قررنا كان منتشر وقررنا ما نعمل عملية، بنلجأ لعلاجات، يا علاجات كيماوية حسب خطورته على الجسم كله، أو علاجات بالهرمونات. ولكن أكيد بعد لجنة طبية هم نشدد عليها كتير. يعني نحن لازم دايما يكون في عنا كذا نوع طبيب عم بيطلع بهذا الموضوع. أكيد. مش نتكل على محل واحد. أكيد. وبذات الوقت كمان حسب كل شخص، يمكن لأنه نعرف كثير الأشخاص ما بتحمل الكيماوي. نعم. العلاج الكيماوي. نعم. خبرينا أكثر عن هذا العلاج، ومين الأشخاص المعقول تكون متضررة منه أو ما تقدر تحمله كمان؟ هلأ العلاجات الكيماوية هو علاج أكيد علاج كيماوي سام للخلايا السرطانية ولخلايا الجسم، منشان هيك بصير في عنا ردات فعل عليه. هلأ بس بيبقى هو ستاندرد، يعني
يعني اكثر شيء مستعمل نعم هلا بنلجأ له اكثر شيء مثل ما قلنا يا قبل العمليه او بعد العمليه بنتحدد او اذا عندنا انتشار والمريض حالته كثير سيئه. هلا اجمالا كل الاعمار ممكن تتحمل العلاجات الكيماويه، بس اهم شيء نتاكد من وظيفه، نطلب فحوصات قبل، يعني اكيد وظيفه الدم، الكلى، المناعه، وظيفه القلب. مبدئيا اجمالا المرضى اغلبيتها بتتحملوا العلاج، واكيد كل ما يكون حتى اذا كان عندهم مشكله ثانيه، يعني اذا شخص مريض بالكلى بغسل الكلى بيقدر يكون عم بيعمل علاج كيماوي، بهالحاله اوقاتها ممكن نلجا انه نخفف الدوز او ما نعمل، يعني نعمل بداله علاجات هرمونيه، بس نحن بينعمل له ادابتاسيون، يعني بنحاول حسب الجسم تبع الشخص وحسب الفحوصات تبعه. نعم، خصوصا فحوصات القلب كمان. فحوصات القلب كمان نحن يعني عم نشوف كثير انه في كثير نساء عم بيقولوا انا ما بدي اعمل علاج، يعني هذا بيؤدي لانتشار السرطان، او اوقات معقول يضل محله، معقول ما يكبر، معقول يكون دورمنت او نائم، ما يأثر لبعدين، في هيك حالات؟ اي اكيد. هلا اجمالا نحن كل ورم بنكتشفه وبنتاكد انه كانسر وبنحط استراتيجيه العلاج. في انواع كانسر ما بتعوز علاج كيماوي، يعني حسب خطورتها على الفحوصات. هلا صار في كثير فحوصات جينيه بتحدد لنا، بسموها ميدسين بيرسوناليزي، يعني بتحدد ورم هالشخص شو هي خصائصه وشو مدى خطورته انه يرجع يعاوده بعد عمر 10 سنين. اوقات نلجا بس نعالج بالحبوب والهرمونات، منشان هيك بنشجع نحن السيدات انه يعملوا كشف مبكر ويجوا عند الطبيب مبكر، لانه كل ما ناجل ونقول ما بدي عالج هالكتله ما رح تروح، رح تكبر رح تزيد على الجلد ورح تخزو اوقات الجلد، وهون بصير مضطرين نعمل علاجات كيماويه. بينما اذا اجوا ابكر، لو انه عملوا ستريس، اذا اجوا ابكر في عندنا احتمال انه اوقات ما يعوزوا علاج كيماوي، او اوقات يعوزوا بس علاج بالاشعه، اوقات يعوزوا بس علاجات حبوب بالهرمونات اللي هي حابه بياخذوها ببيتهم، بيجوا فحص دوري كل 6 اشهر اذا توفروا الحبوب بالنهايه كمان، لانه عم نشوف الحكمة عم بيقولوا اذا ما في هالدواء جربوا هالدواء، بس كمان ما عم بيكون مضمون انه الدواء يكون هو اللي لازم يفيد، لانه مع غياب الادويه اللي يمكن لازم تكون متوفره. كمان مرضى سرطان الثدي عم بيخافوا اوقات من اشياء بيسمعوا عنها او بيعرفوا عنها من خلال السوشيال ميديا او البلاتفورمز. شو نصيحتك للعالم بشكل عام ولا سرطان، لا مرضى سرطان الثدي بالتحديد؟ اكيد مرضى سرطان كل النساء بشجعهم ابتداء من عمر الأربعين وما فوق انه يلجأوا للفحص الذاتي والصوره الشعاعيه، وقبل العمر الأربعين اذا كان في عوامل وراثيه بالعائله او عندهم حدا مصاب او هن انصابوا مره يراقبوا الثدي الثاني. وبنصحهم انه ما يسمعوا كثير الميديا، يعني لانه كل مريض، كل مريضه ملفها غير مريض، كل خصائص ورم عند مريضه غير خصائص مريضه ثانيه. يعني ما تسمع، بنسمع كثير نحن النساء بيقولوا مثلا جارتي قالت لي او جارتي اخذت هذا العلاج، كل حاله غير عن الثانيه حسب الخصائص. واهم شيء يلجأوا للكشف المبكر، لو تعذبوا نفسيا بالاول بس هيدي بتكون نفق تبعدين يرجعوا يصحوا، يعني ما يهملوا اي عارض ويلجأوا للكشف المبكر للسرطان، يعني ابتداء من الأربعين وما فوق يتقيدوا فيها هالشغله. يعني نحن عادة بشهر اكتوبر او بشهر تشرين الاول دائما بنقول كشف المبكر كشف المبكر، لانه شهر التوعية على المرض سرطان الثدي، ولكن فيهم يعملوا حيلا ساعة التست او حيلا بوقت، ما ضروري يركزوا على شهر تشرين الاول. اكيد هي كل سنة مرة لازم يعملوا الماموغرافي، او اذا حسب الطبيب اللي بيحددها انه اذا شاف شيء بده مراقبة يمكن يطلبها كل 6 اشهر، او اذا عندها حدا بالعائلة عنده اورام يمكن يطلب لها اي ار ام الصوره المغناطيسيه، بتفرجينا اكثر خصوصي عند السيدات الصغار، بيبقى نوعيه الثدي عندهم كثير دانس، يعني جلدتهم الجلاند يعني بيكونوا دانس، مشان هيك اوقات ما بنشوف بالصوره العاديه الماموغرافي يعني العاده، بنطلب اوقات نطلب اي ار ام مشان نشوف بطريقه اوضح. ودكتور هون كمان بدي ارجع اسال على انه موضوع خبريه سرطان الثدي بشهر التوعيه، هلا كمان بتلاقي انه في عالم كثير عم تكتشف هيدا المرض بهيدا الشهر بالتحديد، لانه شهر التوعيه وعم بيكون في كثير حملات اعلانيه على هذا الموضوع. هلا يعني نحن السنتين اللي قطعوا قبل وقتها كان في الكورونا، اجمالا السيدات خفوا شوي زياراتهم للحكمة، خفوا شوي زياراتهم للصوره الشعاعيه. هلا ابتداء من اول الصيفيه انا ملاحظ انه عم يرجع
عم يرجعوا اكثر ينتبهوا ويعملوا وما يهملوا هيدي الصوره، يعني ما عم يطلعوا ان احنا بنعرف انه في كلفه كمان، في عندنا كلفه الصوره، البيت سكانر، الخزعه، كلهم هو بيكلفوا قبل ما يوصل على العلاج يعني. بس هلا من شن هلا يعني انا ملاحظه انه السيدات لا عم بيكونوا واعيين اكثر لهالموضوع وما عم يهملوا الماموغرافي. يعني اذا هملوها مره عم بيحسوا بالذنب ويرجعوا يعيدوها للاسف. يعني دائما بنقول فينا نهمل حيا الله شيء، ولكن موضوع الصحه بس يدق بشخص ما فينا نتركه، لانه بنكون بشيء ونصير بشيء كثير كبير. حكينا عن الحلول، عندنا العلاج الكيميائي، عندنا العمليه كمان والعلاج الهرموني. معقول حيلا علاج من هول العلاجات بعد ما ينعمل يرجع يراجع مرض السرطان بالشخص؟ نعم. بدي زيد نحن انا شغلي على العلاجات، عندنا هلا علاجات جديده تطمن المرضى، يعني عندنا علاجات المهدفه اللي كانت قبل وهلا عم تتطور، وعندنا علاجات طالعه يعني جديده، العلاجات بالمناعه. نحن بنعتبر انه الورم اوقات وقتها بيصير في عندنا ورم خبيث بجسم بخبي جهاز المناعه وما بيقعد يخلي الجسم يدافع تيروح هالمرض. في عندنا ادويه علاجات بالمناعه بتوعي جهاز المناعة وبتخلي الجسم يدافع مثل بوست دفع لجهاز المناعة. دفع لجهاز المناعة، مع أنه علاج الكيميائي بيعمل العكس، يعني بيقتل جهاز المناعة كرمال يرجع الجسم يعمل من أول وجديد. فأيه هلأ صارنا نخلطهم مع بعضهم. يعني نحن خصوصي بالأورام اللي بتكون خبيثة شرسة، يعني ما عندها مستقبلات هرمونية، نلجأ أوقات مش أوقات صرنا نلجأ لعلاج كيماوي تيقتل الخلايا كلها ولا علاج بالمناعة. يعني بطل المريض أو اللي عم بيتعالج بالعلاج الكيميائي يحس حاله مثل ما كنا نحس قبل، انه ما عاد في عنده قوه او ما عاد بيقدر يتحرك او ما عاد يقدر يتصرف. نعم. في العلاج المناعي، على العلاج المناعي كمان بيطور نسبه التجاوب على التجاوب المرض وبيعيشه اطول. والعلاجات الكيماويه صحيح بتعمل ردات فعل جانبيه، وهيدي بحسها انا انه بلبنان خصوصي تابو عند كل المرضى. اول شخص، اول ما يفوت المريض عندك ما بدي اعمل شيميوثيرابي، بنقول له مين قال لك بدك تعمل شيء؟ لانه بتخوف الفكره شوي، بنعرف بنشوف يعني ان كان من دوكيومنتريز او من الاخبار من حال لحدا، بس نشوف مريض عم يتعالج بالكيمياء بنحس انه صعبه وخطره وبتوجع. هلا انا بحب طمنهم انه ردات الفعل اللي بتصير هي ترانزيتوار، يعني مؤقته وبعدين بتروح. وفي ادويه كثير، في عندنا ادويه كثير مشان العيان مشان ما يستفرغوا. هلا في الكاسك بحطوه اوقات على الراس كمان مشان ما يهر الشعر، بيستعملوه مش بكل الاماكن. وفي عندنا كثير سبورت سيكولوجيك، يعني احاطه عاطفيه للمرضى، هيدي بتخفف نسبه القلق. انا بشدد هون على نسبه الانتوراج، يعني العائله بتساهم، كل ما يكون المريض ستريس معصب كل ما يزيد ريسك العيان، نسبه العيان. وجود العائله حواليه، وجود الطاقم الطبي، وجود البسيكولوج، هودي كثير بيساعدوا على تخفيف عوارض العلاج الكيماوي عنده. واي علاج اكثر شيء مضمون يعني او اكثر شيء ضمانه لهلا؟ هلا على طول بالنسبه اوقات بالرغم ما نعمل كل العلاجات على طول عندنا ريسك انه يرجع المرض، وهن اول سنتين هن اكثر شيء الريسك. هلا المراقبه بتصير من بعد نهايه العلاج كل 6 اشهر على مده 5 سنين مع صوره للثدي بالسنه مره، وبعدين كل حياتهم لازم يضلوا يتراقبوا بالسنه مره. بس اول شيء لازم يضل في فحص دوري كلينيك، يعني ينفحص المريض، ينعمل فحص دم وينعمل ماموغرافي مره بالسنه. هاي يعني هودي اول من اول سنتين بخف الريسك، بعدين للخمس سنين، بعد الخمس سنين بخف كثير الريسك. يعني اول 5 سنين اكثر شيء لازم يكون الشخص متراقب. نعم. وبعدين ببلش يعمل فحوصات اقل واقل. نعم. وبتخف الريسك اكثر. نعم. واكثر، وخاصه اذا عم ياخذ هرمونات، حبوب بالهرمونات، هودي بده يضل ياخذهم على فتره طويله، عندنا 5 سنين لعشر سنين. في ناس بنحطهم على 10 سنين حبوب هرمونات، يعني هو بدهم مراقبه اول 5 سنين مرتين بالسنه وبعدين كل سنه مره. وبالنسبه لخبريه العمليه، يعني في بيقولوا في حالات ما بينعمل لهم عمليه، يعني اذا القلب ضعيف او اذا الشخص المريض ما بيحمل، شو هن الحالات الاكثر شيء معقول تكون خطره العمليه لهم؟ لانه بنعرف العمليه يمكن اكثر حل نهائي جذري يعني لهالموضوع. اذا بتنعمل، فمين الاشخاص اللي ما بيقدروا يمكن يعملوا العمليه، وشو الحالات اللي بنعقول يكونوا بيتعرضوا لها؟ هلا نحن اجمالا اذا كان المرض منتشر بالمرحله الرابعه، انتشر بريت الثدي للرئه للعظم، نحن هون ما بنلاقي حاجه للعمليه. العمليه بتبطل مهمه، لانه ما بتحسن له، ما بطلت موجود بمحل واحد، بطل موجود بمحل واحد. بساعتها بنلجا للعلاجات مثل ما قلنا، كيماويه او هرمونات. هلا في اوقات وضع المريض هو ما بيسمح انك تعمل له عمليه، يعني اذا عنده ضعف بعضله القلب كثير قويه، عنده قصور بالكلى كثير قوي، وضعه العام خسران مثلا 30 40 كيلو لغير مرض، يمكن هذا المريض ما بينعمل له عمليه، بنلجا للعلاجات الملطفه. العلاج الملطف يعني اللي ممكن يكون
اذا كيمياء ما بينعمل هرمونات حبوب والعلاج الكيميائي اذا ما بيقدر يعمل عمليه بيقدر يكون عم بيتعرض للعلاج الكيميائي. هلا اذا ما بيقدر يعمل عمليه لانه عنده ضعف قوي بعضله القلب فينا ننقي اوقات علاجات خفيفه ما بتاذي عضله القلب منشان نعطيها يعني وبتضل فعاله قد ما كان لانه نحن ذكرنا العلاج الكيميائي يا قبل يا بعد العمليه. نعم هيدي بالحاله اذا كان محصول مش متطور. اذا كان متطور نقدر نعمل علاجات بسموها مثل علاجات تتهدي تطور المرض يعني في حال اذا كان منتشر يعني او وضعه مش منيح ابدا. وهنا بنرجع بنركز على اهميه الكشف المبكر. الكشف المبكر يمكن بيكون شخص عنده حاله بالكشف المبكر ما بيقدر يحلها بطريقه سهله ولازم يكون عم بيروح لعلاجات اقوى. نعم. ولكن اذا طنشنا او ما انتبهنا او ما كنا واعيين لهذا الموضوع منصير بمحل كتير تاني ويمكن نكون بخطورة كتير كتير أكبر لا رجوع عنها يعني. في كمان ما حكينا عن العلاجات بالأشعة راديو ثيرابي كمان مهمة هذه بتكمل العملية أوقات وقتها منلجأ لأنه العملية لها كذا نوع. قبل كانوا بس يستأصلوا الثدي كله وغدا تحت الباط هلا صرنا لا أوقات نستأصل بس الدرنة نستأصل شقفة من الثدي. وقت نستأصل شقفة من الثدي لازم نعمل علاج بالأشعة منشان نمنع عودة هالورم للثدي. العلاج الكيماوي بيمنع وقت اللي بنعمله بيمنع عودة المرض لكل الجسم بينما الأشعة بتمنع عودة المرض للثدي محله يعني. وفي عنا أوقات أشعة إذا كان مثلا انتشار على العظم نضطر نعمل أشعة على العظم لنخفف له الوجع يعني. أكيد حسب نوع السرطان الموجود وانتشار. وكمان حسب حالة المريض. نعم. دكتور خلينا نذكر المشاهدين وخاصة النساء كيف بيقدروا هن يعملوا التست الذاتي وإذا حسوا بشي غلط شو معقول يكونوا العوارض اللي لازم يحسوا فيها وإمتى لازم يروحوا أو يحكوا مع حكيم أو يسألوا حكيم. هلا أهم شيء السيدة لازم تطلع على المراية تطلع بالثدي تشوف السيمتري بيناتهم إذا اتنيناتهم متساويين. إذا شافت تغير بالجلدة تغير على الجلدة يعني صار عندها كتلة مبينة إذا شافت الحلمة فايتة لجوا إذا شافت تقشرات إذا شافت احمرار بالثدي أوقات بنسميه بودورانج مثل الليمونة يعني كل ثدي نفخ وصار مثل الليمونه هذا ما بنقول انه هذا ملتهب او عندي التهاب لازم اخذ له انتيبيوتيك باخذ انتيبيوتيك وما بروح دغري بروح بستشير الطبيب لانه هودي الاورام وقت بيكون في احمرار على الجلد هودي بيكونوا سريعين وهودي ضروري نتدخل بسرعه تمنشان نعالجهم ونصغرهم. واهم شيء لكن الفحص الذاتي تطلع على المرايه تعمل كمان دس للثدي بطريقه دائريه من برا لجوا تطلع تجرب تعصر كمان الحلمة تشوف إذا عم ينزل منها مواد غريبة إذا عم ينزل منها دم أوقات لأنه أوقات عنا أورام بالثدي بس بالحلمة أو بقناة الحلمة وتجرب كمان تفحص فيها تشوف تحت الباط إذا عندها درنة أو شيء وإذا في أكيد إذا في تقشر على الجلد أو مخزوق الجلد يعني كأنه مخزوق هذا أكيد أكيد هون بتكون صارت مرحلة شوي متقدمة بس برضو كمان بنقدر نستلحقها يعني لازم تستشير دغري الطبيب تمنشان يفحصها مره ثانيه ويطلب لها صوره شعاعيه ويكمل بكل الفحوصات اللي حكينا عنها. دكتور كمان هون يعني بدنا نرجع نحكي عن موضوع الوضع الصحي او الوضع الرعايه بلبنان شوي ضعيف فالاشخاص اللي عم بحسوا باشياء اول شيء عم بيضرب براسهم انه تكلفه عاليه ادويه مش موجوده شو لازم اعمل اذا بدي اروح عند الحكيم بدي ادفع بلاوي في شيء تنطمنهم شوي للعالم لنريحهم من هيدي الناحيه يعني انا بقول لهم يعني اجمالا ورم الثدي اذا بين ما راح يرجع لورا يعني ما رح ننتفع ابدا اذا خبينا وقلنا ما بدي روح بدي اجلها ما فينا ناجلها اذا اجلناها رح تتطور للسلبي اكثر يعني اهم شيء استشيره طبيب مبكرا وثاني شيء بطمنهم انه على طول عم يتلاقى ايادي بيضاء يعني المرضى عم يعملوا مجهود زاد تيلاقوا الدواء على طول عم يتلاقى ايادي بيضاء عم بتساعد عم بيصير في جمعيات وعم يتامن الدواء يعني احنا اكيد على طول الاشاعات السلبيه هي بتروح اكثر وبتخوف المرضى ما تخافوا في ادويه موجودين بتلاقوهم حدا بيساعدكم مريض مخلص علاجه بيعطيكم اياهم السكانر البيت سكانر اوقات المستشفى بتساعدكم بتخفض لكم الكلفه فلانه هيدي نقطه لا رجوع عنها يعني ما فيني اقول انا بنطر تتحسن الحاله تروح اعمل فحوصات وقت بتتحسن الحاله بتكون اتس تو ليت يعني بكون صرنا متاخرين وهيدا هالشي كله لو تعذبتوا هلا انا على طول بقول لهم للمرضى انه هيدا نفق رح نقطع فيه النفق ونرجع بعدين نعيش نكمل حياه طبيعيه
مع انه خوف من الرجوع، يعني بتصير ليلة اللي بدها تجي عند الطبيب مشان الكشفية بتخاف، بس بتخاف يوم يومين، بس بتعيش كلها حياة طبيعية. واهم شيء عائلتها، الامرأة كتير بحاجة لدعم نفسي ودعم معنوي من عائلتها، من محيطها ومن الطاقم الطبي. اكيد اكيد، يعني دائما وجود الاشخاص الى جانب المريض بيساعد كثير، يعني نص العلاج هو وجود الدعم المشاعري او الحب اللي موجود حواليهم. كمان مثل ما ذكرتي في كثير ايادي بيضاء، يعني بدنا نشكر كل الجمعيات وكل المؤسسات اللي عم تشتغل على هذا الموضوع. يمكن على راسهم كمان نذكر كاريتاس اللي هن عم بيضلوا متابعين كمان، خاصه موضوع الادويه للمرضى كمان اللي ما عم بيلاقوا الادويه تبعهم. وما لازم نخاف، يعني الشيء المجهول مجهول ولكن موجود. يعني اذا نحن خفنا انه اذا عملنا فحص رح نلاقي كانسر، اذا ما عملتوا فحص موجود كانسر رح يكون موجود الكانسر ورح ينتشر، ما رح يروح، يعني ما رح يصح مثل التهاب بالرئه او التهاب بالبول، هيدا ما رح يروح، رح يتقدم للاسوء. ننصح انه نكتشفه مبكر تنخفف مدة العلاج. بعد في نقطة مهمة كمان بحب أقولها، أنه وقت بيكون ورم الثدي محصور مدة علاجه هي محصورة لأشهر. يعني إذا بدنا نعمل علاج كيماوي هي بين 4 إلى 6 شهور بنكون خلصين العلاج. في أوقات علاجات سنة حسب الدوز، حسب الشخص، حسب وفي العلاج المهدف ممكن يمتد لسنة. بينما إذا اكتشف المرض بالمرحلة الرابعة وكان متقدم، مجبور المريض ياخد علاج كل حياته. فأيها بتكون أحسن، أحسن أنه يكون وحتى يمكن يخسر حياته قبل ما يبلش بالعلاج، وتكون خلص توليت فات الأوان. دكتور قبل ما نختم، يعني بطريقة سريعة، العلاج الكيماوي مثل ما ذكرنا هو حل كمان لهذا الموضوع لسرطان الثدي، ولكن مثل ما قلنا العالم كتير بتخاف منه لأنه بنسمع ومنشوف، ولكن تقدم الطب يمكن وتغيير الأحوال غير بهذا العلاج كمان وخلى المريض يكون عم يرتاح أكثر وأكثر. خبرينا شو تقدم بهذا العلاج، وهلأ المريض اللي بده يتعالج علاج كيميائي شو الأشياء اللي كان معقول يخاف منها هلأ ما بقى موجودة أو ما بقى لازم يخاف منها؟ كانوا يخافوا أكثر شيء المرضى من ردات الفعل الجانبية للعلاجات. أنا بقول لهم إنه هلأ في أدوية، في أنواع أدوية عم يقدروا يجيبوها منشان تخفف نسبة العين، نسبة الاستفراغ خلال العلاج. وبالعلاجات نحن عنا العلاج الكيماوي التقليدي واللي نزاد عليه العلاجات المهدفة ونزاد عليه علاجات المناعة. وفي أنواع علاجات كيماوية كمان بقلب العلاج الكيماوي معمولين بطريقة إنه ما يأذوا مثلاً عضلة القلب. هو تقدم بالنسبة لقبل يعني. وبالنسبة لردات فعل العلاج أنا بقول لهم على طول إنه هودي ردات فعل مؤقتة، كل ما نبعد عن العلاج بيروحوا ردات الفعل. يعني أول فترة بتكون هي العاصفة للمريض، هول أول شيء هول المصيبة إنه اكتشف الكانسير عنده، عنده بيكون ضغط نفسي عالي، هول الدواء، بس بعدين بخفوا شوي شوي يعني. ومثل ما قلنا في العلاجات بالمناعة، العلاجات المهدفة، علاجات الأشعة، يعني كلهم هودي متطورين. هون كمان يعني بدنا نشوف الحكيم اللي عم بيتابع المريض شو يمكن بيوصي حسب الحالة تبع المريض، عمر المريض، وشو بيقدر يكون جسمه عم بيتحمل كمان. دكتور كليمانس، كلمة أخيرة قبل ما نختم بمقابلتنا لليوم. أنا بشجعكم إنه لكل النساء ما تخافوا وتفوتوا بالعلاجات وتلتزموا بالبرنامج الكشف المبكر، لأنه في عنده نسبة عالية كتير من الشفاء. ما تخافوا، ما تهملوا صحتكم لأنه هي الأولوية، هي الأساس لكل شيء. بتكون تعالجوا حالكم كرمالكم وكرمال عائلتكم وكرمال محيطكم. أكيد الكشف المبكر مش بس بيخلص شخص، كمان العائلة كلها بتتأثر إذا بيّنين. مش نكون عم نقول لا ما رح أعمل لفحص لأنه مش وقته أو ما معي كمل، لا اعملوا فحص. أكيد. بتكونوا عن جد عم بتهينوا لحالكم. لانه نهار اوقات بتفرق الخبريه. أكيد. بين نهار ونهار معقول يتفشى المرض. ميرسي كثير لك دكتور كليمانس مالتالياس، اخصائيه اورام سرطانيه وامراض دم. وكمان يعني بنرجع بنقول شهر تشرين الاول شهر توعيه، ولكن دائما لازم نكون عم نتابع وعم ننتبه لحالنا كل السنه توعيه. ميرسي كثير لك دكتور. شكرا. وان شاء الله بمقابلات لاحقه. صبحيتنا بتكمل ولكن بعد بريك قصير.